مرحبا بكم إلى جولة جديدة مع أبرز الموضوعات التي تداولها رواد المواقع ولدينا اليوم. الإعلان رسميا عن غرق السفينة البريطانية روبي مار في البحر الأحمر بعد 12 يوما من تعرضها للقصف صاروخي من قبل ميليشيات الحوثي وإلى منصة إكس. كيف تفاعل اليمنيون وماذا كتبوا عن غرق السفينة روبي مار في البحر الأحمر والتي تجعل اليمن بانتظار كارثة بيئية وشيكة كون السفينة تحمل آلاف الأطنان من الأسمدة؟ نبدأ بأول تغريدة لأحمد بن مبارك تحدث عن غرق روبي مار والمأساة التي ستضاف إلى معاناة اليمنيين. غرق السفينة روبي مار كارثة بيئية لم تعهدها اليمن والمنطقة، هي مأساة جديدة لبلادنا وشعبنا. ندفع في كل يوم ثمن مغامرات ميليشيا الحوثي التي لم تكتفي بإغراق اليمن في كارثة الانقلاب والحرب وما تمخض عنها من مآسي لحقت بكل أسرة يمنية، صنع كارثة إنسانية تهدد حياة شعبنا والأجيال لعشرات السنوات. في ذات السياق وعن الكارثة التي ستحل بالبيئة البحرية بعد غرق السفينة روبي مار، كتب فيصل المجيدي: إغراق الحوثي لسفينة روبي مار هو المشهد الثاني من صافر تهديد للبحر الأحمر اللي هو بحر عربي خالص، وتهديد بتدمير البيئة البحرية ورزق الصيادين اليمنيين الفقراء. نحن أمام مجنون لا يهمه شيء سوى أن يقال عنه بطل وهو إرهابي مجرم، كان الله في عون إخواننا في غزة والفقراء في اليمن. كامل الخوداني تحدث عن اليمنيين الذين سيدفعون ثمن المغامرات الحوثية في البحر وحدهم. غرقت سفينة روبي مار كارثة بيئية سوف يدفع اليمنيين ثمنها. السفينة محملة بالأسمدة والمواد الكيميائية والنفط، هذه الجريمة التي ارتكبها الحوثيين دمار للبحر والأحياء البحرية والبيئة، لن يتضرر منها أحد عدا اليمنيين، لم تتضرر لا إسرائيل ولا أمريكا، اليمنيين وحدهم يدفعوا الثمن. عن موقف المجتمع الدولي وعدم استجابته لمناشدات الحكومة اليمنية بسرعة تلافي حدوث كارثة في البيئة البحرية، كتب ناصر الشليلي: لماذا سمحت أمريكا وبريطانيا بغرق السفينة روبي مار؟ لماذا لم يتحرك المجتمع الدولي أو يستجيب للمناشدات المستمرة بتلافي حدوث الكارثة؟ ولماذا قصفتها الميليشيا الحوثية مرتين متعمدة إغراقها وهي تحمل 50,000 طن مواد سامة وفي سواحل اليمن، مما يعني تلوث الحياة البحرية لسنوات كثيرة؟ هل هناك لعبة دولية ضحيتها الأساسية شعب اليمن المغلوب على أمره؟ أين غزة من كل ما يحدث في البحر من أعمال إرهابية؟ إذا أردت أن تعرف الحقيقة ابحث عن المستفيد. أشار محمد عبد الله الكميم إلى الأضرار التي ستلحق بالبيئة البحرية وكذا المجتمعات الساحلية. حقائق عن سفينة روبي مار لا يعرفها الجميع. إغراق سفينة روبي مار جريمة مكتملة الأركان، وستتضرر منها المياه الإقليمية لعقود، وستتضرر منها المجتمعات الساحلية والداخلية لسنوات طويلة، وسيتضرر منها الجوار أيضا، وسيكون لها أثر بيئي مدمر على البيئة البحرية، أسماك، شعاب مرجانية. نؤكد أنها تمت بمؤامرة حوثي إيرانية وبالتنسيق مع مافيا دولية كبيرة للتخلص من النفايات السامة وتلويث مياهنا الإقليمية. علي الذهب كتب عن الجريمة الحوثية تجاه الأمن والسلامة البحريين والأمن القومي للدول المشاطئة:
بغرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر. يقترف الحوثيون جريمة شنيعة تجاه الأمن والسلام البحريين والأمن القومي للدول المشاضئة. هذه الجريمة خرقت حزمة من الاتفاقيات، من بينها اتفاقيتا قانون البحار وبيرسكا لعام 1982 واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة نحو السفن لعام 2005. عن إرهاب ميليشيا الحوثي بحق البيئة البحرية وحق نصف مليون صياد يعملون في الساحل الغربي، يقول محمد الضبياني. غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر وتسرب المواد الكيميائية الخضراء هو إرهاب حوثي إيراني مكتمل الأركان ونتيجة طبيعية لترك ميليشيا الحوثي متمردة تحتل جزءا هاما من الأرض اليمنية واستخدامها منصة لتهديد الأمن الوطني وتسميم الحياة وإنهاء فرص الحياة لأكثر من نصف مليون صياد على الساحل الغربي. عن تعامل الحوثيين مع أي مشكلة أو أزمة أو حتى اتفاق للسلام، كتبت سارة عبد الله حسن. بنفس المنطق الذي تعاملت به ميليشيا الحوثي مع السفينة روبيمار، أي قصفها للمرة الأولى، تم تكرار قصفها بعد ذلك حتى ينجحوا في إغراقها، رغم تأكدهم أن غرقها سيسبب كارثة بيئية على السواحل اليمنية والبحر الأحمر، ورغم علمهم أن تأثير إغراقهم للسفينة سيزيد من معاناة المواطن اليمني ويسبب كارثة اقتصادية أكبر لليمن، ولن يفيد أخوتنا في غزة بشيء أو يضر إسرائيل بشيء. بنفس هذا المنطق يتعامل وسيظل يتعامل الحوثيون مع أي مشكلة أو أزمة أو حتى اتفاق للسلام. عبد الرحمن معزب كتب عن المتضرر من غرق السفينة روبيمار وما سيحدث للبيئة البحرية اليمنية والاقتصاد الوطني. قبل أن نسأل من يتحمل المسؤولية، نسأل من المتضرر من إغراق السفينة روبيمار. بريطانيا والشركة الناقلة لن تخسر شيء، لأن شركة التأمين مسؤولة عن كل التعويض للسفينة وما تحمل. أيضا إسرائيل غير متضررة بشيء، لا السفينة سفينتها ولا البحر بحرها. آخر تغريدة لمصطفى غليص عن ما تحمله سفينة روبيمار والتي ستحول البحر الأحمر إلى كارثة بيئية. تحمل سفينة روبيمار 44 ألف طن من الأمونيا السامة أغرقتها جماعة الحوثي الإرهابية في البحر لتسمم الأحياء البحرية ولتتحول إلى كارثة بيئية خطيرة للغاية. ضرر هذه الجريمة لن يطال سوى اليمنيين، لن تتضرر لا إسرائيل ولا أمريكا. يواصل الرحال اليمني منير الدهمي رحلة العام لأداء العمرة في مكة على ظهر الجمل، التي انطلقت من محافظة حضرموت إلى مكة المكرمة رغم عرقلته بسبب الغبار الكثيف والرياح في صحراء العبر، وذلك إحياء لعادات الأجداد في الترحال. وقال الرحال منير الدهمي بأنه أطلق على تسمية هذه الرحلة برحلة عام الإبل، حيث وهو يقوم بالتحضير والإعداد لها منذ بداية العام 2024 الحالي، بعد إعلان مجلس الوزراء السعودي بأن العام الحالي هو عام الإبل. وأثنت على ذلك وزارة الثقافة السعودية بأن هذا القرار يشكل احتفاء بالقيمة الثقافية والحضارية للإبل في السعودية وفي شبه الجزيرة. إلى وايترند وأهم ما تداوله رواد المواقع عربيا وعالميا. طفل من غزة يسير مسافة طويلة حافي القدمين من أجل الحصول على حصة من الطحين لأجل الطعام، وقد تحدث الطفل إلى شخص التقاه بالصدفة يشرح له عن الجوع والظروف التي يمرون بها في قطاع غزة. جاي من بيت لاهية؟ أقسم بالله. ليش؟ انت تايه هلقيت مش عارف حالك. طب ايش جابك على هذه المنطقة؟
جيت اجيب هذا طحين رمون مظلات اجيب ايش ناكله. طيب وما لقيت ايش؟ مش تايه انا مش عارف وين. بس اللي بقوله انا في منطقة الاتوان مش عارف الطريق والله. مش عارف الطريق بالمرة ورجعت بدون شيء ولا حاجة؟ ولاش. ولا جبت حاجة؟ ولاش. طب ليش؟ فيش ناس كتير. طيب وانت عندكم طحين ولا ما عندكم شيء طحين؟ ولا في عنا شيء. ولا شيء؟ ولا شيء. وعشان هيك جاي من بيت لها جاي جرايها؟ والله اقسم رب الكعبة. فوق فوق ال 12 كيلو هذول. والله. جايين مشي وحافي؟ مانيش صند. ليش ما لكش صندل؟ ما بدي اسوي، جيت مش عارف من وين اجي. ايش اسمك؟ نعم عدي يعقوب غاب النسمة. تعال يا يعقوب انا بدلك على الطريق. تصدر مواقع التواصل في مصر واسم يطالب بحق الطالبة نيرة الزغبي التي أنهت حياتها بعد تعرضها للابتزاز من قبل إحدى زميلتها في جامعة العريش حسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية. كانت جريدة أخبار اليوم الرسمية قد نشرت بأن الطالبة موضع الاتهام وآخرين سيعرضون على النيابة، وأنه تم إيقاف والد الطالبة المتهمة بالابتزاز عن عمله كضابط في الشرطة حتى انتهاء التحقيقات لضمان نزاهتها. آخر النهار إن بنتكو تعبانة وبترجع في العنا المركز، بس بناء عليه رحنا وخدنا عربية ورحنا العريس. وصلنا هناك حوالي الساعة واحدة، طلعنا برد فوق، كانت هناك المشرفة بتاع المدينة الجامعية وحوالها حسوة كده ما اعرفهاش، طريقتي ما كانتش عجباني يعني تمام، ولكن انا كل نظامي كل اللي انا في دماغي ان انا اروح اجيب بنت ايا كان الايه الموت، رغم اللي زمايلها قالوا لي الدنيا فيها واحد اثنين ثلاثه تمام، بس انا هنا ما عرفت حد في العريس، لا اعرف عميل ولا اعرف حد هنا، انا كل تركيزي ان انا اجيب بنت وخلاص. اعلنت جماهير ريال مدريد غضبها الشديد على الحكم خيسوس مانزانو الذي ألغى هدف جود بلينغهام نجم ريال مدريد في مرمى فالنسيا، ووصفت ماركاواس وغيرهما من صحف مدريد القرار بأنه فضيحة، فقد أطلق الحكم صافرة النهاية والكرة في الهواء في قرار لا يمكن استيعابه خاصة من جانب عشاق الريال. عشاق ريال مدريد أبدوا انزعاجا شديدا من النهاية الجدلية لمباراة الفريق ضد فالنسيا في الجولة 27 من الدورية الأسبانية، فقد سجل بلينغهام هدف الفوز في الثانية الأخيرة، ولكن الحكم مانزانو ألغى الهدف وأطلق صافرة نهاية المباراة والكرة في الهواء. القرار التحكيمي غير مسبوق ومنع انتصار ريال مدريد على فالنسيا في مستايا لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2. لوكو الحارس ماماراداشفيلي، ما زالت الخطورة مرة ثانية، وإبراهيم والحكم صفر نهاية المباراة بالتعادل، هدفان لمثلهما. دائما هذا الحكم حكايته حكاية، دائما هذا الحكم يخلي وسائل الإعلام الإسبانية تتكلم عنه، تكلموا عليه قبل موسمين، أعطى 3 ركلات جزاء. هذا ما تداوله رواد المواقع من موضوعات، نلتقي في جولة قادمة يوم غد على نفس الموعد، إلى اللقاء.